صباح يا سيدنا. ايوه هو ده. استباحة علي روي. احلى استباحة في الدنيا. تعال يا صاحبي. الدنيا. صباح الخير يا روي. صباح. طول يا راشد. صباحو. اصحى منطقة لينا، احنا جينا. صباح. قابل يا عم قرايبك. على فين يا اخت القمر؟ على الشغل. انت بتقلي وشك كده غسلية؟ عايز ايه يا علي على الصبح؟ بقى الفلوس تكوالي. اهلا. شفت فريق الطنطات قدامك ولا ايه يا عسلية؟ متأخرة يا علي وعايز الحق اركب. ازيك يا بنتي يا عسلية؟ انت فوتهم فين؟ صباح الخير يا ام محمد. هتكون فين يعني؟ البيت. انت هترجع امتى ان شاء الله؟ وانت هتحقق معايا ولا ايه؟ ما ترد يا عادل يا بنت، هترجع امتى؟ حاضر يا حاضر بالظبط. اصلا نسيت انك بتحب تعمل نمرتين كل يوم في الشارع. تركب يا ست الكل. يوه الله. عسليه ده، انا بركبك ميكروباص. لا اله الا الله، وانت هتفضلوا ماشيين كده ورايا؟ قلت لك هفضل معاكي لغايه ما اركبك. واطرحها فين؟ اكتوبر. طب ما اكتوبر دي سهل. خد. اسقط يابا. ابو علي. ابو راشد. يلا. انجز. انت بس تتبنى. سلام. سلام. خلاص يا ابو جريتها عندي. خلاص. خلاص يا ست البنات. امسك اجرتها. خلاص عم علي روي، خلاص الاجره عندي. علي روي ما يدفعليش اجره. تاخدها ولا انزل؟ خلاص يا ست البنات. احفظك. اتفضل. ده عينه منه وده عينه منه. الله يا ازرقاته. يا وحشني الوتد. ادخل يا اخوي. الله. بقالك 3 ايام غطسان، مالكش حد تسال عليه؟ انا ماليش في الدنيا غير حد واحد بس. ده الله، ابن عمك واقف. هي شقاوه وقلة قيمة. صاحبي ومني وابن عمي، وانا ابن عمي على الغريب. ضربه في قلبك. انا بقيت غريبه دلوقتي. بيهزر ستوب، احنا ما بنستغناش برضه. ازيك يا راشد؟ ازيك ست الكل؟ بركه انك جيت. ماشي. انا على لحم دماغي الصبح بقالي 3 ايام. 3 ايام؟ ده انا من يومين عامل معاك الصح ومشربك سيجاره منسيكي اهلك. جرى ايه يا علي؟ انت بتعد عليا ولا ايه؟ بلعبك يا توتو بلعبك. اسمعي، عايزين كوبايتين شاي وانا هظبط لك زغروفي وانيونك. ايوه. قمر. احنا بقى بكام النهارده؟ 7 استمارات. يعني 700 جنيه وعلبتين اجنبي 50 جنيه و20 فطار و10 قهوه يتبقى كام؟ 600. احلى 600. دي 200 اللي عليك نبقى خالصين. تمام كده؟ تمام. خد رولي بقى عشان نتكيف. طب بقول لك ايه؟ ما اتكل انا على الله واثق براحتك. لا نتكيف ونشرب كوبايتين شاي وبراحتنا برضه. الو الو الو، كان اي سبيك تو سو ابلي؟ ايه ده؟ انت بتورتن؟ يا سالي يا سالي يا سالي، في واحد بيورتن على التليفون مش عارفه اعمل معاه ايه. يا سالي يلا، عاوز اروح احضر الاكل. مش عارفه ارد عليه، مش فاهمه حاجه منه خالص.
الو هلو يس سير اي وونت تو سبيك تو سوها بليز نو مدام نوت هير وين شي از جوينج تو بي باك شي ويل بي ات هوم افتر 2 hours اوكي كان يو تيل هير ذات اي فوند هير هو سبيكينج بليز اتس مستر جو مستر جو هو ار يو ذيس از سالي هير سيرفنت اوكي ديير بليز دونت فورجيت تو تيل هير اوكي اتس ارجنت Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Sally. Sally, I want the blue formal suit. Hard. And he blue for you. I'm doing it one. معلش حبيبي حقك عليا جوعتك لا يا ابني كان الله في عونك كفايه انك واقف على رجليك طول النهار في الشغل وبعدين تيجي من الشغل على المطبخ عشان تعمل لي لقمه كلها ما انا عندي اغلى منك اعمل لك بقى شويه كبده اسكندراني تاكلهم وننزل نجوزك على طول مش لما نجوزك انت الاول هتجوز هنروح فين يعني بسم الله قول لي عامل ايه في العماره اللي في ايدك والله يا حاجة شغلانة زي الفل وقرفتها زي العسل منك بس راضي عني والناس صحاب الشغل حلوين قوي زي الفل ادوني عربون 2000 جنيه استفدت معهم بقى لازم افك الشغل بتاع الكهرباء العويل اللي كان قبلي ده حتة ود ولا عنده ضمير ولا يفهم في الشغلانة ما اتكهربش في باريزة قبل كده والله العظيم بس هنعمل ايه بقى؟ هو مش تربية قصة جميل الكهرباء انت بتجاملني يعني ربنا يبارك فيك يا ابني ويرزقك الو عامله ايه انت اللي عامله ايه عشتين على ميعادنا طب انا ولا زواغي ولا ايه لا انا قاعد بتعشى مع الحاج وشويه غني ماشي يلا مع السلامه ايه انت خارج وانت يعني مش سامع عليك يا راجل اه مش سامع ما انت عارف اني خارج ربنا يهنيك يا ابني هتجيبها لي امتى؟ تصبر بس على ابنك الصبر جميل يا عم جميل انت عارف انك بيحب يتأنى ليه؟ خير البر عاجله اذا كانت حلوه وعجباك وشبهنا كده يعني يلا اتكل على الله وربنا يوفقك حاضر يا باشا حاضر حاضر يا كبرنا تشرب شاي؟ اشرب شاي بس كده خلص اكل واعمل لنا الشاي مش دلوقتي يعني؟ ايوه ماشي الشاي الاخضر يا مدام ثانك يو يا سالي تأمريني بحاجة قبل ما امشي؟ لا يا حبيبتي فيكي إيه من دول؟ تغيرة كده و... فيكي حاجة Are you in love؟ لا love إيه بس ما فيش الكلام ده أنت هتتكسي ولا إيه؟ وبعدين حتى لو إن you're in love مش هتعرفي تخبي It'll show and you can't hide it You're glowing إيه؟ إيه glowing دي؟ أنا بقالي 5 سنين أنا أول مرة أسمعها Glowing يا سالي يعني you're shining تلمعي ملمع؟ حبيبتي من جوه طالع على بره بص حضرتك زي ما انت عارفه انا من منطقه شعبيه والناس اللي زيك بيعرفوا احوال الناس من غير ما يشوفوهم احنا عندنا بنقول عليهم تقولوا عليهم ايه بنقول عليهم مخاويين يا شيخه طيب روحي هاتيلي المحفظه اتفضلي ثانك يو خدي دول ايه دول يا هانم دول كادو مني عشان انا I love people who are in love شكرا يا هانم والله مغرقاني بكرمك بقولك ايه our life is short okay هنقابل ناس كتير وهنعرف ناس كتير بس مش هنحب ناس كتير So, if you're in love,
وهو مخليكي مبسوطة ومش على بعضك كده يعني امسكي فيه. اوكي؟ حاضر حاضر همسك فيه. تأمريني بحاجة قبل ما امشي؟ صباح على خير يا مدام. جود نايت حبيبتي، شوفك بكرة. جود نايت. الوحش اسكت يا اخويا، دي بقت حاره لا فيها نخوه ولا جدعنه. وبعدين بقى فيله القيمه دي، ربنا يستر علينا. انا مش صعبان عليا في الليله دي كلها غير البت عسليه مبطوطه في النجاسه اوانطه. تسلم الايادي يا كبير. عسل شكرها. تحب شطة؟ ها؟ لا أنا من غير شطة. بصي بقى ست، زي ما بقول لك أنا راجل كسيب وصنعتي مكفية وأقدر منها أفتح بيت. طب وأنا مالي؟ طب بقول لك يا بنت، أنا عايز أعيش معاك. تعيش معايا إزاي يعني؟ أعيش معاك إزاي إيه؟ عايزك حلال يا بنت. إيه؟ كده السكوت علامة الرضا؟ حسن، في حاجات كتير لازم تعرفها عشان نبقى على بياض من الأول. أنا عايشة مع فطون أختي الكبيرة ولوحدينا، زي ما أنت عارف أنا بخدم عند مدام سهى بقالي 5 سنين في الفيلا، بس أنا معايا إعدادية. تعرف إن أنا كنت جايبة مجموعة 98؟ كنت الأولى على المنطقة كلها. كان نفسي أبقى دكتورة، دكتورة كبد، عشان أعالج أبويا وأمي الله يرحمهم. بس اختي فتون بقى الله يسامح خرجتني من المدرسة وقالت ان انا لازم اشتغل واصرف على نفسي عشان هي مش عايزة تصرف علي وحقها. الواحد ما بياخدش من الدنيا غير نصيب. بس تعرف يا حسن، لو سمعتني وانا بتكلم انجليزي والله لا تقول عليا دكتورة. بس يا مدام سهى وابنها ما بيتكلموش غير انجليزي وانا كان لازم اجاريهم. تعرف ان هي بتقول عليا ان انا اشطر واحدة شافتها في حياتها؟ تتجوزيني ولا لا؟ حسن، في حاجة مهمة أنا ما ينفعش أخبيها عنك. مالك يا سلفي؟ أنا والله العظيم عمري ما عملت الغلط. بس فتون. خلاص. ولا يهمك. أنا ما يهمنيش غيرك. مش عايز في الدنيا دي كلها حد غيرك. أنت بتاعتي. هتشوفي. يا باشا يسمع تعرف. طب قول ايه الاسم يا باشا؟ لا اله الا الله. طب كنت كلمتوني انا كنت قلت لكم يا باشا والله خطوه عزيزه. مع السلامه. صفو شيء معايا عزمه دي؟ اهو انا ده اهو كان على هناك. ايوه يا بنت مش حاسبه يا بنت. ايه يا عامية؟ يلا غوري والنبي كده تخليكوا زي ما انتوا. هلا 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 انا بقى هجيب لكم شجره واجيب لكم 2 ليمون. ايه رايكم تحضنها بقى يا اخويا كده بالمره؟ يا ستي في ايه؟ مفيش حاجه حصلت لكل ده. ده عيله صغيره خبطتها. في ايه؟ عيله صغيره خبطتها ولا طول؟ وانتي بقى ما تتلمي بقى وتبطلي السهوته والكهن اللي انتي فيه ده.
ربنا يسامحك. هيسامحني يا اخي؟ لكن هيسامحك انتوا بقى ازاي؟ قصدك ايه يا فتحية؟ قصدي الاماني اللي انت ملبسها للحارة كلها، وكل شوية راجل داخل وراجل خارج. انت واختك الشمال انت قليلة الادب يا فتحية. انا عليك يا فتحية. علي ما تصحى يا راجل، يا خرابي ده انت مش نايم، انت مغمى عليك. ما تصحى يا علي، في خناقه بره. يا بنتي يا فتون، الحقي اختك عسليه بتتخانق في الشارع اللي ورانا. يا نهار اسود، ايه عسليه؟ حاسس انت بقى، انت ياما وديها ولا ايه؟ بس ده كهن الاسود اللي على الباب. يا امي البت ده كهن الاسود. يا بنتي يا مفتري وعيني اوعي يا ولد، اوعي يا 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 خلاص يا اوعي 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 اللي بناها كلها تعرف مقامه ومحدش يقف قدامه، واللي يشوف حاجة يجي وانا اوريه مقامه. من النهاردة فتون دي خطيبتي وهتبقى مراتي، واللي هيبص لها بعين اغزاله الاثنين ورحمة ابويا. المطوة دي لو اتفتحت تاني ما هتتقفل إلا لما تتصفر بوشوشكم. يلا مات الكلام. يلا 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 عليك لهو يا يلا. هارون راشد الحكومة قفشته في اسلوب الله. خد المحامي حسام وسباني وانا هحصلك. يلا وش يا الاسمر قوة. اخيرا اتجوزت، ما بقاش ناقصني حاجه، حدش له كلمه. استغفر الله العظيم. مالك يا بيت؟ مش هتقولي لي مبروك؟ مبروك مبروك على ايه؟ على الجرسه؟ هو انت ما بتحسيش؟ حلك حيل، هو جواز جرسه ده مجرم ومش بعيد يكون مسجل. هو مين ده اللي مسجل يا بيت؟ هو عشان فرقع له بقين فاضيين قدام الخلق. يفتون النسوان وانا داخله الشارع بيمضغوا في سيرتنا. منك لله اللي عملتيه في نفسك وفيا. يا اختي انت هتعملي لي فيها اماثل؟ ما انا خلاص هتجوز، وبعد الجواز يا حبيبتي كله بيتمسح بقاستيكا. جواز؟ وانت ايه اللي يضمن لك ان الشملول بتاعك ده هيتجوزك؟ الا علي. علي ده سيدي الرجاله، لما يقول كلمه ينفذها. ده بلطجي يا فتون، بلطجي ونصاب. بحبه بجد وملكش فيه. طب وانا؟ انا لو جالي راجل محترم عايز اتجوزني ازاي وانا جوز اختي بلطجي؟ وانت هيجيلك منين المحترم يا روح امك؟ يا بنت ده انت خدامه. يلا راشد اهو. ازيك يا متولي؟ ازيك يا متولي؟ كل سنه وانت طيب. مساء الخير يا باشا. اهلا يا استاذ حسام. عمر هو راشد وبالعيله ممسوك في ايه؟ بيبيع ورق مضروب قدام وزاره الصحه للناس اللي داخله تعمل تحاليل، وكان معاه واد اسمه علي. الاستاذ اللي قاعد هناك ده واحد من اللي اتنصب عليه وعوره بالشكل اللي انت شايفه ده. يعني مفيش شهود؟ لا مفيش شهود. خلاص يتنازل ونمشيها صلح. اهو عندك اهو، اقنعه بقى. تسلم يا باشا. اتفضل. حسام المهداوي المحامي. الف سلامه. بقول لك ايه؟ ما تيجي بره الياسر يتكلم كلمتين. كلام ايه؟ انا ما عنديش كلام. انا اللي عندي قلته في المحضر. تعالى يا صاحبي سلامتك بس. معلش تعالى نجمع. الف سلامه. معلش ايه اللي حصل ده؟ دل على السلامه يا صاحبي. خبر ابيض، ايه اللي حصل ده؟ خش خد سيجاره. ما بدخنش. الله ليه كده؟ بص يا ابن الناس، انت شكلك غلبان ومش بتاع مشاكل، وانا عايز انصحك لوجه الله. ايه ده؟ غير 100 جنيه اللي خدناها منك الصبح هتدخل القسم وتتنازل عن المحضر بالساهل، مفهوم؟
انتوا مخرجيني عشان تهددوني برا باب الجسم؟ لا 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 سمح الله، احنا ما بنهددش حد ولا هشقك نصين لو ما نفذتش الكلام بالحرف. قبل ما تفكر شوف بتعمل مع مين. خد بالك ده انا هوا ما بتفرقش معاهم. انا ممكن اعمل محضر تاني واقول ان انتوا بتهددوني. اسمع اللي جوه ده لو ما باتش الليله دي في بيته هزعلك وزعل امك عليك، فاهم؟ يا ابن الناس دي جدعان، اكسبهم بدل ما يحطوا عليك. يا ناس انا ضربت واتبهدلت واتعورت وكمان عايزين نتنزل عن المحضر، ده حرام. معلش يا صاحبي معلش، الحمد لله على السلامة. يلا خد الكلمتين، يلا يلا يا حبيبي يلا 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 الحمد لله على سلامتك. ده شيطان، تعالى بس تعالى 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 يا صاحبي تعالى. الحمد لله على السلامة. يلا تعالي اوريك الحاج الكبير. مالك مكسوفة ليه؟ خش. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. تقبل الله حق منا ومنكم يا ولدي. أهلا أهلا أهلا. إزيك يابا؟ الحمد لله، بس أنت زي القمر. يا سلام، عرفت إني راجل يا طيب إنها زي القمر من صوتها يا ولا. ما هو في حاجتين يطلوا على الروح، العين والصوت، وأنا ربنا أخذ مني نعمة النظر لكن بشوف بقلبي، وأنت صوتك طيب. ربنا يسعدك يابا، كلامك حلو. طب قوم يا حاج، مش خلصت صلاة؟ تعالى يلا. لا مؤاخذة، لو النبي يخليك. شفت مالكش دعوة أنت، قوم اعمل لنا شاي وتعالى. الله، أنت نسيت الحسن ابنك يا حاج، خلاص كده بنلاقي أحبابه. ده أنا إيدك ورجلك. أنت الخير والبركة، ربنا يخليك ليا. يلا قوم اعمل لك الشاي. حاضر. اتفضل يابا اتفضل. الواد الحسن ده طيب وقلب ابيض. وانا عرفت دلوقتي هو طالع لمين. قولي لي بقى، هتتجوزيه ولا لسه بتفكري؟ دي احلى حاجه في الدنيا للواحده انها تلاقي اب زيك بتاع ربنا، وواحد زي الحسن يصونها ويحابي عليها. يبقى على بركه الله وما تقلقيش. معلش ازاي ده انا. ما تقلقيش، اصل ربنا خلقنا في الدنيا دي وفي حاجات مفروضة علينا وحاجات تانية احنا اللي بنختارها، لكن اللي مننا ما بنختارهمش. وما تسأليش نفسك على حاجات انت مالكيش يد فيها. ربنا يطمن قلبك يا رب. عارفة لما تيجي تقعدي معانا هنا هحكي لك كل يوم حكاية. حكاية؟ أصل الدنيا دي مليانة حكاوي، حكاوي تشرح القلب وحكاوي تغم وحكاوي حزينة وحكاوي عجيبة وحكاوي عادية. الحمد لله على السلامة يا راشد. الله يسلمك يا علو. كفارة. عشت يا غالي. الحمد لله على السلامة، كل حاجة مستعلة لناحيتي. بجد يا علي أنت مش هتجيب لي أوضة نوم جديدة؟ إيه يا تونة؟ أنت عايزاني أغير الأوضة اللي شافت أحلى أيام عمرنا؟ أمال عايزني أنام على أوضة نوم قديمة؟ لا، ملاية جديدة. أعمل حسابك في ملاية جديدة عشان أنا وأشفر مستني النقطة. صح. نقطة؟ وهي النقطة دي هتطلع قد إيه يعني؟ 10,000 جنيه. إيه؟ قول 20، ده فرح علي روي والنبي أو ربنا. أبو هناء معزوم. معزوم؟ أنت هتعزم في الفرح تاجر مخدرات. وماله؟ خلينا أب فرش، خليها تقلب دماغها. لا وأمانة ربنا كمان أبو هناء عم الجدعنة. كمان. مساء الخير عليك. مساء النور والجمال والهنا. احنا متخانقين امبارح وعاملين فضيحه، اجي الاقي البارتيتا منصوبه هي هي. مالك يا عسليه؟ اعتبريني جوز اختك خلاص. لما يبقى يحصل يا علي.
يا جدعان احنا بيتقفل علينا النور بالذوق اللي ايه؟ جرى ايه؟ ده انا فرحي خلاص يوم الخميس اللي بعد اللي جاي يا بنت ابويا. اللي اقول لي يا علي، وانت صحيح لقيت شغل زي ما فتون يعني بتقول؟ ولا هتضم عليها والبس انا الليله؟ السؤال ده تساليه لاهلك الله يرحمهم. اشتغلت انا ولا ما اشتغلتش؟ خليكي في حالك احسن لك. بتروقي كده يا ست البنات، وتعالي نشوف هنرتب ايه لفرح اختك، ومين عارف يمكن الفرح يبقى فرحين. فرحين؟ ليه؟ هو انت فاكر ان انا ممكن اتجوزك انت يا راشد؟ وماله يعني مش قد المقام؟ مش قد المقام. بس انا ما قلتلكش، انا يوم ما اقول يا جواز لازم يبقى راجل، راجل كسيب مش بلطجي. يا نهار ابيض، طلعت حرقة قوي يا جدعان، شكلها هي الونش مش انا.